إلهان القراء، عرض صحوى المقروء وتقديم إنتاجات الأطفال والتعريف بعناوين المختارة. مستمعي إذاعة الحياة فام، مرحبا بكم، أهلا وسهلا في الحلقة الأولى من برنامج رهان القراء ضمن برمجة إذاعة الحياة فام لخريف وشتاء 2021-2022 مع رهان جديد ومع فارس جديد من فرسان رهان القراء. معنا التلميذ محمد علويني، مرحبا بك محمد، قدم نفسك للمستمعين. اسمي هو محمد العلويني، أدرس بالمدرسة الإعدادية دار الأمان بالقيروان. تشرفت بأني حضرت هذه الإذاعة المباركة وهذه الإذاعة الرائعة، إذاعة الحياة FM للصحة، وشكرا لإذاعة القيروان للصحة بأن أتاحت لي هذه الفرصة لكي أعرض قصتي. مرحبا بك مجددا محمد، بأي سنة تدرس يا محمد؟ أدرس بالسنة السابعة أساسي. وارتقيت إلى السنة الثامنة أساسيا. نعم. مرحبا بك. معنا كذلك في الأستوديو الأستاذة والشاعرة جهاد المثناني، مرحبا بك جهاد. مرحبا بك صديقتي حليمة، مرحبا بكل مستمعي رهان القراء على الحياة FM، ومرحبا بابننا التلميذ المتميز محمد العلويني. نعم، إذن مرحبا بكم، بكما وبكل من يلتقط ذبذبات إذاعة الحياة FM ضمن إذن الموسم الثاني لمسابقة رهان القراء، هذا الرهان الذي سينطلق بداية من أكتوبر 2021. نعود إليك محمد وأسألك، ماذا اخترت لنا من القصص؟ لقد قرأت المجموعة القصصية رحلة فنان من تأليف ميزوني البناني. الأقصوصة، تلك القرية البعيدة. نعم، إذن هل لك أن تحدثنا عنها؟ نعم، تحكي لنا قصتنا، تحكي لنا قصتنا عن الحسون الزاهي الذي لطالما يحلم بالذهاب إلى القرية السياحية البعيدة. في يوم من الأيام قرر أن يحقق هذا الحلم وهذا الهدف النبيل، ثم انطلق مندفعا في الجو مقاوما كل الصعوبات من أجل تحقيق هذا الهدف، حتى وصل إلى القرية. لاحظ الحسون الزاهي تغييرا في الحياة بين حياة الساحة التي كان يسكن فيها وحياة القرية السياحية، من المظاهر والتصرفات التي تتمتع بها طيور تلك المنطقة. يلاحظ اختلافا كبيرا جدا. كان أيضا لاحظ أن هناك طيورا عديدة يعرف أنواعها وقد غيرت أشكالها وألوانها. نعم، طيب، ما هي العبرة التي خرجت بها من هذه القصة يا محمد؟ العبرة التي أخرجتها من هذه القصة أنك مهما غيرت شكلك أو جنسيتك أو مكان، يعني مكان استقرارك، يرجع أصل، الأصل هو أهم شيء في الحياة. إذن الرجوع إلى الأصل فضيلة. نعم، وطبعا هذا لا يزيدنا إلا اعتزازا بانتمائنا إلى وطننا، إلى أصلنا، إلى عروبتنا، إلى قيرواننا، أليس كذلك؟ نعم. نعم، شكرا. أستاذ جهاد، ما رأيك فيما سمعت من محمد علويني؟ أولا أشكره على هذا التلخيص الجيد الذي ربما أتى على بعض جزئية القصة أو الأقصوصة كما قال عنها. نعلم أن الأديب الميزوني البناني هو
كاتب يكتب للناشئة كتاباته موجهة للطفل بما على أهمية هذا النوع من الكتابة وعلى ما فيه من صعوبات، وربما ما نلاحظه أنه قليل في الساحة الأدبية التونسية. الأقصوصة كما ذكر ابننا محمد عنوانها تلك القرية البعيدة، هذا البعد المكاني حيث نشهد تنقل الشخصية الرئيسية الحسون الزاهي إلى قرية سياحية فيها انبهر بمتساكني تلك القرية وخاصة بالخطاف الذي غير من لونه وشكله. القصة وردت في أسلوب شيق بلغة بسيطة ولكن ثرية جدا من شأنها أن تغني زاد المتلقي والقارئ. أهم القضايا التي طرحت ربما ما تفطن إليه محمد في هذه الأقصوصة قضية ربما الهجرة وبعض المشاكل التي تعترض المغتربين، قضية الانبهار بالآخر والتقليد الأعمى له. هنا بين قوسين نعود إلى ذلك الطائر الخطاف الذي غير من لونه وصبغ ريشه حتى يصبح كسكان تلك القرية التي هاجر إليها. وهنا أيضا نطرح مشكلة التنكر للأصل، وربما الكاتب هنا يدعو أبناءنا الصغار إلى ضرورة الاعتزاز بالهوية والاعتزاز بالانتماء وإلى الوطني والاعتزاز بالانتماء إلى العائلة. أي نوع من الانتماء علينا أن نعتز به دون تصنع وتكلف ودون أن نغير من شكلنا حتى نتأقلم مع هذا الآخر. وربما في العبرة التي ذكرها محمد رودتني تلك القصة الطريفة والتي يعلمها الجميع عن ذلك الغراب الذي أراد أن يقلد مشية الحمام فأمضى وقتا يتدرب على تقليدها، وعندما لم يصب في هذه المشية أراد أن يعود إلى مشيته فأضاعها، إذن بقي لا هو غراب ولا هو حمامته. شكرا لك أستاذة جهاد على هذه القراءة العميقة والتي تكمل ما ذهب إليه محمد علويني. طبعا نحن في حاجة ماسة جدا إلى القراءة، إلى المطالعة، إلى أن نستقي مثل هذه العبر التي تسهم في تعليم الناشئ حب الوطني وحب الأصل والاعتزاز بالانتماء للأسرة الضيقة والأسرة الموسعة وإلى الانتماء بصفة عامة. محمد، لو سألتك ماذا تريد أن تسمع، ماذا تقترح علينا؟ أناشيد يعني؟ نعم، أغنية تريد أن تستمع إليها. أغنية أنا وأخي. نعم، فاصل غنائي ثم نعود لنواصل البرنامج. مرحبا بكم مجددا مستمعي إذاعة الحياة فام من القيروان. مرحبا بك محمد علويني، التلميذ المتميز الذي يتقد ذكاء ونشاطا، وهو تلميذ من المدرسة الإعدادية دار الأمان بالقيروان المدينة، يدرس بالسنة الثامنة أساسيا. مرحبا بك مجددا أختي وصديقتي وزميلتي الشاعرة والأستاذة المتميزة جهاد المثناني. نعود إليك محمد لأسألك، ماذا أثارت فيك هذه القصة التي قرأتها والتي كنت تحدثنا عنها منذ قليل؟ لقد أثارت في هذه القصة حب الوطن والافتخار بأن ينتمي إلى مدينة القيروان. أظن أن هذه القصة أيضا دفعتك إلى الكتابة، أليس كذلك؟ نعم. إذن ماذا كتبت لنا يا محمد؟ دفعتني إلى كتابة سلسلة قصصية كاملة وهي الجد وكتاب الحكايات، وعنوان القصة حيلة البلبل. نستمع إلى هذه القصة إذن؟ نعم، تفضل. الحكايات هي الطريق للمعارف، ويجب على الإنسان أن يسلك هذا الطريق، درب حكايات الآباء والأجداد والروائيين القدماء، وهذا ما أخذ به أحفاد الجد عبد الله. بعد صلاة العشاء ذهب الجد إلى غرفة أبيه، فتح الباب وأشعل القنديل، ثم أخذ كتاب والده للحكايات وجلس على كرسيه القديم، وجاء أحفاده الصغار وتحلقوا حوله في كل زهو وحماس. فقال الجد: في كل يوم حكاية يبدأ فيها لساني بالرواية، فتحلقوا حولي يا صغار لنعطي للأدب أكبر الاعتبار. وأما حكايتنا اليوم يا أطفال
فيها عبرة ثمينة لا تنسى. يحكى أن هناك صقرا يعيش في إحدى الغابات بسفح جبل، وكان يلقب بزعيم السماء. كانت كل الطيور تهابه، وكان يتسلط على كل الطيور الأضعف منه، يقتلها أو يأكلها، كالبلابل والحمام والعصافير الصغيرة والخطاف وغيرها من الطيور الضعيفة. اجتمعت كل طيور المنطقة المعرضة لأذى الصقر وفكروا في حل للتخلص منه. قال طائر الخطاف: لم نعد نحتمل أذى الصقر، ماذا نفعل؟ فأردف زعيم الطيور طائر البوم الحكيم قائلا: هل هناك واحد منكم لديه حل لهذه المشكلة؟ أجابه البلبل حسنوت: لدي حيلة ذكية يا سيدي، أظن أنها قد تنجح. فقال البوم: ما هي؟ ما هي؟ فأجابه حسنوت: أعرف أرضا شاسعة غير بعيدة تحكمها نسور قوية تغار على منطقتها. سأذهب وأخبر الصقر بأن تلك الأراضي ليس فيها إلا طيور ضعيفة ويستطيع حكمها بكل سهولة. ولا شك أنه عندما سيذهب إلى تلك الأراضي ستفتك النسور الغيورة به حتما، وسنرتاح من شره وبطشه. فقال البوم: فكرة ذكية. اتفقت الطيور على حيلة البلبل الشيطانية، وذهب البلبل الذكي إلى عش زعيم السماء وسلم عليه بكل أدب واحترام، ولكنه هم بمهاجمته. فارتعد حسنوت من شدة الخوف وقال بصوت متلعثم: لا يا سيدي، لا تقتلني، جئتك بخبر مهم بالنسبة لك يا زعيم السماء العظيم. فقال الصقر: ما هو هذا الخبر؟ هيا قل بسرعة وإلا جعلتك غدائي. حسنوت: حسنا حسنا، سأتكلم. إن هناك أرضا ليست ببعيدة جدا عن هنا، ليس فيها إلا طيور ضعيفة لا تقوى على مجابهتك. فقال الصقر: دلني على هذه الأرض، هيا بسرعة. فأجابه حسنوت: حلق بشكل مستقيم في هذه الناحية وستجد ضالتك دون شك. فتح الصقر جناحيه ووجه عيناه الساطعتان كنور الشمس نحو الاتجاه الذي أخبره به البلبل، وما إن وصل الأرض المطلوبة حتى انقضت عليه النسور الجارحة من كل حدب وصوب. ضربوه بمخالبهم ونقروه بمناقبهم، فتوالت عليه الضربات كوابل من الرصاص، وسقط زعيم السماء فوق العشب الأخضر قتيلا. كان يوم فناء الصقر زعيم السماء بالنسبة إلى الطيور الأخرى عرسا، وحدا لنهاية الظلم وبداية للسلم والسلام. وأغلق الجد كتاب الحكايات وقال لأحفاده: العبرة من هذه القصة يا صغاري أنه ليس هناك أي قوة ولا سلاح تهزم العقل، فلا تكمن القوة في الجسد، بل تكمن القوة في العقل والإرادة، ودوام الحال من المحال. شكرا لك محمد على هذه القصة الرائعة، أشكرك كثيرا. من الواضح أنك تأثرت إلى حد ما بالقصة التي قرأتها، جاءت قصتك على لسان الحيوان وجاءت فيها العبرة مصرحا بها، لأنك أعطيتنا على لسان الجد هذه العبرة، وأن الحكماء أقوياء بعقولهم والأغبياء أقوياء بأجسادهم. أحيل الكلمة إلى الأستاذة جهاد المثنين التي تحضر معنا. أستاذة جهاد، ما رأيك في ما كتبه محمد؟ أولا أجدد التحية لكل مستمعي رهان القراء هذا البرنامج الذي يأتي على أهمية المطالعة، ولعل هذه الأهمية عفوا تكمن فيما نراه الآن مع ابننا محمد، حيث رأينا وفي الحال ثمرة اطلاعه على قصة الأديب الميزوني البناني، فكانت هذه القصة التي قرأها علينا بعنوان الجد وكتاب الحكايات. أحسنت محمد، أثمن أولا الهدف الذي رسمه إلى لنفسه، وهو أنه حسب قوله يسعى إلى كتابة سلسلة من الحكايات، هذا أولا. ثم أثمن لغته السليمة في مجملها تقريبا. القصة احتوت على مقومات السرد بما فيه من إطار مكاني، إطار زماني، تنامي الأحداث، الشخصية نوع فيها بين الشخصية الإنسانية البشرية والشخصية الحيوانية، وهنا ربما صاغ على منوالي ما طالعه من قصة. هنا نعرف أن
انطق ما لا ينطق في القصص، وأن تأتي القصة على لسان الحيوان، فيه أولا تمرير النصيحة أو المغزى أو العبرة بأسلوب بسيط لجيل من التلاميذ في لأطرابه أو لجيل من التلاميذ في عمره. القصة التي كتبها تبدو بوضوح من جنس الحكاية، لأنه بدأها على لسان الجد بعبارة يحكى، ويحكى هنا فعل مبني إلى المجهول، قد يوحي بأن هذه الحكاية صالحة لكل زمان ومكان بما تحويه من عبرة. المضمون ركز على المضمون، خاصة عندما ختم وأتى بالعبرة على لسان شخصية من شخصيات القصة. قبل أن أتي إلى المضمون أثمن فيه وهو يقرأ تنغيم القراءة، حيث كان في قراءته يميز بين صوت الشخصيات من جهة وصوت السارد من جهة أخرى، وهذا يبدو فيه جانب الاهتمام بأسلوب المشافهة لدى ما يسمى بالحكواتي. هذا الجانب البنيوي أنشأنا أو المبنى لهذه القصة. الجانب الذي اشتغل فيه على المعنى هو أنه دعا من خلال قصته إلى ضرورة إعمال العقل، وانتهى في قصته في الأخير إلى أن القوة الحقيقية لا تكمن في ضخامة الجسد، بل هي تكمن في حسن التدبير وفي حسن استخدامنا للعقل. شكرا لك أستاذة جهاد. طبعا أنت جعلتنا نعجب أكثر وأكثر بمحمد وبما كتب، أجدد له شكري. طبعا هذه ثمرة المطالعة. محمد علويني هو من التلاميذ الذين انخرطوا في رهان القراء. طبعا المطالعة لن تفرز إلا إبداعا، إلا رغبة في الكتابة، إلا قدرة على الكتابة وعلى التميز. وما قدمه محمد علويني هو نموذج لكثير من التلاميذ الذين انخرطوا في هذا البرنامج. سؤالي أستاذة جهاد، أنت كمدرسة كأستاذة، كيف تجعلين تلاميذك يقبلون على المطالعة في زمن للأسف الشديد صار فيه الطفل وحتى الكبار يهربوا كثيرا، الكل يهربوا من الكتاب، وفي عصر التكنولوجيا التي سرقت منا أطفالنا وسرقتنا من أنفسنا أيضا، أنت من موقعك كيف تدفعين أو ترغبين تلاميذك في المطالعة، وبما تنصحين بقية الأولياء؟ أولا أعود إلى عنوان هذا البرنامج، رهان القراء، بما فيه من مراهنة على إبداع تلمذي من فئة الابتدائي إلى الإعدادي إلى ثانوي، وكما أعلم أنهم سيشتغلون أيضا على المرحلة الطلابية. هجر أبناؤنا الكتابة للأسف بسبب سوء استعمالهم المفرط لوسائل الاتصال الحديثة. طبعا كمربية، وتعلمين جيدا معنى هذه الكلمة، نسعى إلى أن نجعل أبناءنا التلاميذ شغوفين بالمطالعة، أولا بأن في النصح من خلال مواضيعهم الإنشائية، وذلك الضعف الكتابة أراه انجر عن عدم الإقبال على الكتاب وعلى المطالعة. طبعا شعاري لأبناء التلاميذ هو من لا يقرأ لا يكتب، وأجعل هذه العبارة تتكرر دائما في كل مختلف فروع مادة العربية. ثم كتحفيز أحاول أن أنتقي إلى التلاميذ طبعا حسب المستوى الدراسي أقصصات قصيرة، لأن التلميذ عندما يرى الكتاب كبير الحجم ينفر منه، فربما وجدت نفسي مجبرة على أن أنتقي بعض الأقصصات القصيرة. أولا هنا أفتح قوس إلى إشكالية المكتبات المدرسية وانعدام تقريبا كلي للكتاب، خاصة الذي يلائم مستوى معين من التعليم كالمرحلة الإعدادية. نفتقد عناوين كثيرة في مكتباتنا المدرسية، وهنا ربما أسوق نداء إلى وزارة التربية وإلى كل المهتم بالشأن التربوي والثقافي إلى أن يساهم في إغناء مكتباتنا المدرسية. أحفزهم أيضا بوسائل الاتصال الحديثة، بتجهيزات، باستعمال تجهيزات حديثة، بأن يوظفوا المطالعة
في المسرح ويجسدوا ما طالعوه مسرحا، وهنا أراهم يصبحون شغوفين أكثر بالمطالعة. شكرا لك أستاذة جهاد. نعم، هذه معضلة كبيرة، مشكلة المكتبات المدرسية تطرح في كل حصة من رهان القراء، وسنواصل طرحها لأن فعلا هي مشكلة شائكة جدا. إذا نصل إلى ختام هذه الحصة، أجدد شكري لمحمد العلويني والأستاذة الشاعرة جهاد المثنيني، وإلى كل مستمعي إذاعة الحياة أفام. الكتاب هو الصحة، المطالعة هي الصحة، الكتابة هي الحياة. إذا فلنقرأ فلنكتب. شكرا لكم ودمتم رائعين. رهان القراء، عرض صحوى المقروء وتقديم إنتاجات الأطفال والتعريف بعناوين المختارة.